انا دايما بشوف ان حسن فتحي هو اعظم معماري عدى على مصر، وهقول لك ليه. الراجل ده في عز ظهور مواد البنى الجديده اللي هي الحديد والخرسانه والازاز اللي كانت ترند وقتها، هو بقى كان يقول لك لا، ما نغيرش الطريقه اللي بنبني بيها ما دام شغاله، خصوصا في الارياف، لان طبيعه البيوت هناك مش محتاجه لده، مش محتاجه التكلفه العاليه دي. المواد دي غاليه جدا وما تناسبش البيئه اللي احنا فيها، وكمان هيكون ليها عواقب كارثيه بعد كده. الكلام ده امتى؟ في الاربعينات والخمسينات، في الوقت اللي العالم كله كانت سرقاه السكينه وبيعمل المباني كلها ازاز. فرحانين بقى لاول مره المبنى يبقى شفاف. وعلى فكره هنا في مصر كانوا بيتهموه انه قديم ومش عايز البلد تتطور. طب تعالوا نشوف ايه اللي حصل دلوقتي. بدانا نواجه مشاكل زي التغير المناخي، وبدات تطلع مصطلحات جديده زي الاستدامه وغيرها، والمعماريين فجاه اكتشفوا ان الطريقه اللي بنبني بيها دلوقتي دي هي واحده من اهم المشاكل اللي لازم نواجهها، ورجعوا تاني يبنوا بالمواد الطبيعيه زي ما كان بيقول حسن فتحي زمان. بس بعد ايه بقى؟ بعد ما العالم كله بقى خرسانه وازاز. طب كلمنا الاول، ما الراجل كان بيحذرنا من ده زمان، بس احنا ما سمعناش الكلام.